جسمي مفيهاش اكل، فانا اول حاجه هثبت شعر حواجبي كبير بصابونه، دي صابونه جريسلين ودي ميه ورد، برش عليها كده، وباي فرشه عندك بتاعت مسكرة قديمه بغسل الفرشه كويس وتبقى طبعا نظيفه، وبرغي الصابونه بالفرشه كده. انا دلوقتي حواجبي ما عليهاش اي حاجه، وهبتدي اسرح شعر الحاجب في جميع الاتجاهات عشان خاطر الصابونه تكون دخل في كل الشعر، يعني ميكونش في شعرايه دخل فيها وشعرايه لا. فزي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اضغط على الشعره لفوق، هبتدي اضغط على الشعرايه انها تقف وانها تبقى ثابته. نعمل حاجب التاني كده، ونضغط على الشعراية، يعني ما تخافوش اضغطوا مش هيجرى اي حاجة. كده بصوا ظهر لنا الفراغات فين، يعني ظهر لنا فين الفراغ في الحاجب. نفس الطريقة كده، وهضغط عليه عشان اتأكد اللي هو ثبت كويس. شايفين الفرق ما بين الحاجب اللي اترسم والحاجب اللي لسه؟ انا رسمت الحاجب دوت لوحدي وده هرسمه دلوقتي معاكم. فانا هستخدم طبعا احنا ثبتنا الشعر الاول بالصابونة، دلوقتي الشعر كده ثابت تمام. وبعد كده هستخدم دي بتاعت كاركتر رقمها 04، هسرح بيها الاول شعر الحواجب عشان خاطر يعني شعر حواجبي غامق، عشان خاطر بس لونه يفتح. طبعا بسرحه بعشوائية مش مشكلة خالص، احنا لسه هننضف الحاجب. انا طبعا الحاجب ده نضفته بس لسه ما ثبتوش ولا اي حاجة. دلوقتي انا سرحت شعر الحاجب وهرجع بالفرشة تاني اسرح الحاجب تاني بحيث ان الشعر يبقى مفرود بالطريقة دي كده. وطبعا هنا هحط كونسيلر عشان خاطر اخفي اثر الميكرو بليدنج، وهرجع طبطب عليه. بعد كده هثبته بكومباكت باودر او لوز باودر المتوفر عندك، هثبته عشان خاطر بس ايه هرسم فوقيه بجل برضو فيثبت، مش هينفع حاجة كريمي على حاجة كريمي، مش هتنفع. هنطر بس كده مكان الباودر، وهاخد من فرشة المسكرة، هاخد كده بالفرشة وهحدد تحت الحاجب، وهحدد من الآخر، عاملة الفراغات أكتر. ملناش دعوة بالمنظر ده، هيتنضف دلوقتي. أنا بس ايه عايزة البنات اللي بيبقوا بيرسموا الحواجب وخايفين، لا ما لقباصي براحتك، وبعد كده بالكونسيلر كل ده هيتصلح هيبقى سهل. وبعد كده ببوز الفرشة هاخد كده اكني باخد شعرات لفوق بطريقة عشوائية برضو، يعني عشان ما يبانش المنظر فيك. وارجع اسرح الحاجب تاني بفرشة الماسكارا واسرح من قدام، ودلوقتي جت مرحلة التنظيف، يعني كده الحاجب يعتبر خلص. انا هستخدم كونسيلر الدرجة الفاتحة دي، واي فرشة عندك تكون مبططة ورفيعة كده، هناخد من تحت الحاجب خط مستقيم
وتنضفي بقى اللخبطه اللي بره من فوق الحاجب برضو. ولما تكونوا عاملين يا بنات بالصابونه ارجعوا تاني بقطنه كده وفيها ميه ورد او فيها اي حاجه كده، تنضفوا حوالين الحاجب من مكان الرواسب بتاعه الصابونه عشان خاطر ما يقطعش معاكي الكونسيلر او كده. بالظبط كده، اتاكد ان الحاجبين نفس الارتفاع نفس الارتفاع. ده ممكن نرفعه شويه من هنا نفس الطريقه كده. وممكن تدمجيه لاما ببيوس بلندر لاما بفرشه مثلا تكون زي كده، تدمجي بيها الاطراف بحيث البيوتي بلندر ما تدخلش على رسمة الحاجب وتبهدلي الدنيا. او طبعا ممكن بالبيوتي بلندر برضو تطبطبي كده. وده شكل كده شكل الحاجب بعد ما تنضف. فلما تكوني منضفة بحاجة كريمي فلازم بعدها تثبتيها. ممكن تستخدموا الكومباكت باودر دي بتاعت اوفيس. فالكومباكت باودر طبعا هتبقى احسن بالنسبة للبنات اللي لسه مبتدئة عشان خاطر ما تبهدليش الدنيا، يعني ما تبهدليش حواجبك. فهنثبت كده عشان خاطر الكونسيلر ما يعملش خطوط. في بنات بقى بيكون عندها فراغات او بتكون رسمة على الجلد زينا كده رسمة في اماكن على الجلد، فبيكون اللون فيها فاتح. ففي الحالة دي انا بجيب بودر بتاع الحواجب وباخد باخد الدرجة الفاتحة تمام، وبرسم يعني بضغط اللون بس على الاماكن اللي فيها اللي فيها الرسمة على الجلد، بحيث اللي هو يبقى باين الحاجب كله نفس اللون. يعني بصوا هنا الحاجب، بصوا هنا بتلاقوا فيه اماكن فاتحه وفي اماكن غامقه. فالاماكن الفاتحه دي بدوس عليها كده بالباودر وما بطلعش بره، يعني بطلعش بره هنا عشان يبقى باين اخف من جوه. يعني الحاجب لما بيكون قدام تقيل زي ورا بيبان اكنك عامله تاتو، فاحنا اصلا بنغفل التاتو اللي احنا عاملينه. وطبعا البنات اللي مش عامله تاتو او عامله ميكرو بليدنج زي في حته الكونسيلر انك تحطيها والكلام ده كله في البدايه، ده لا، ده انا عاملاه بس للبنات اللي عندها نفس المشكله اللي عندي. فلازم نخفي الاول الرسم اللي احنا بنكون عاملينه. نصلح بقى بالباودر كده الحاجات اللي محتاجة تتصلح. في ناس ما بتحبش الجل، فالناس اللي ما بتحبش الجل او ما بتحبش المسكرة بتاعت الحواجب، انا ساعات برسم بالباودر ببل الفرشة نقطة مية وبحطها في الباودر وبرسم بيها، بيكون اكنه جل بالظبط. يعني بيعمل نفس التقل بتاع الجل وبيكون ثابت وبيبقى
تحفه برضو. مره تانية في فيديو تاني ان شاء الله هبقى اعمل معاكم الحواجب التكنيك ده بتاع البودر ونقطه ميه كده، فبيبقى حلو جدا. فدي كده رسمه الحواجب، يعني يا رب تكون ظاهره معاكم وتكون عجبتكم، واشتركوا بقى في القناه وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي اللي حابين نعمل لوك ايه، اقترحوا عليا كده افكار جديده، وان شاء الله الصفحه تكبر بيكم وتكون حاجه مميزه بالنسبه لكم، واكون بفيدكم على قد ما اقدر. بحاول ان انا اقول كل تريك عارفاها او كل حاجه بشتغل بيها. وما تنسوش تتابعوني على الفيس وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، سايبه كل الابلكيشن، سايبه اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس. فهستناكم تتابعوني، وباي باي.